بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، حكي أن رجلا اشترى غلاما فقال له: يا مولاي، أريد منك 3 شروط. أحدها أن لا تمنعني عن الصلاة إذا دخل وقتها، والثاني أن تستخدمني بالنهار ولا تشغلني بالليل، والثالث أن تجعل لي بيتا لا يدخله أحد غيري. فقال له: لك ذلك، فانظر إلى هذه البيوت. فطاف بها حتى رأى بيتا خربا فاختاره. فقال له مولاه: لما اخترت الخراب؟ فقال: يا مولاي، أما علمت أن الخراب يكون مع الله عمارا وبستانا؟ فصار الغلام يأوي إليه بالليل، ففي بعض الليالي اتخذ مولاه مجمعا للشراب واللهو، فلما انتصف الليل وتفرق أصحابه قام يطوف في الدار، فوقع بصره على حجرة الغلام فإذا فيها قنديل من نور معلق من السماء، والغلام في السجود يناجي ربه وهو يقول: إلهي، أوجبت علي خدمة مولاي نهارا، ولولاه ما اشتغلت إلا بخدمتك ليلي ونهاري، فاعذرني ربي. فلم يزل مولاه ينظر إليه حتى طلع الفجر، فارتفع القنديل والتأم السقف، فجاء الرجل وأخبر امرأته بذلك. فلما كانت الليلة القابلة أقام الرجل وامرأته على الحجرة، والقنديل معلق والغلام في السجود والمناجاة إلى طلوع الفجر، ثم دعوا الغلام وقال له: أنت حر لوجه الله تعالى حتى تتفرغ لخدمة من كنت تعتذر إليه. وأخبراه بما رأي من كراماته على الله تعالى، فلما سمع ذلك رفع يديه وقال: إلهي، كنت أسألك أن لا تكشف ستري وألا تظهر حالي، فإذ كشفته فاقبضني إليه. فخر ميتا رحمه الله تعالى. أحبتي في الله، قيام الليل خلق من أخلاق السالكين إلى الله والذاكرين لله الطالبين التقرب إلى الله، وهو بالنسبة للمريد الذاكر فرض لا تراخ فيه، وإن كان في أحكام التشريع سنة. وسر قيام الليل أنه يعيد للروح صفاءها، ويوقظ في النفس أخلاقها، ويجعل الإنسان عبدا خاشعا بين يدي الله، نادما على ما فرط من الذنوب، متقربا إلى الله بكل خصلة حميدة. وصلاة الليل قسمان: قبل النوم وبعده. فما كان قبل النوم يسمى قياما، وما كان بعد النوم يسمى تهجدا. والمراد من صلاة الليل بقسميها: إحياء قلب المريد بنور الله تعالى بكثرة الصلاة. إن قيام الليل فيه أنوار عجيبة وخاصة، وهذه الأنوار لها أسرار. أول هذه الأسرار يكمن في تبديل الصفات، فهي تبدل صفات الإنسان من صفات وحشية إلى صفات ملائكية، من صفات الكسل إلى صفات الهمة، من صفات الغفلة إلى صفات الذكر، من صفات الفحش من كذب وغيبة ونميمة ولسان غير مستقيم إلى أخلاق ملائكية فاضلة. ومن أسرار قيام الليل أن هذا الإنسان السالك المتهجد يصبح مستجاب الدعوة، لأن الدعاء في الليل يصعد إلى السماء، فيصبح هذا الصوت معروفا عند أهل السماء، فإذا دعا يقول أهل السماء: هذا صوت معروف، فتسارع الملائكة لنجدة هذا الصوت وقضاء حاجته. وصلاة الليل تنير وجه صاحبها، كما ورد بأن قيام الليل يبيض الوجه في الدنيا وفي الدار الآخرة، وذلك لكثرة التجليات الربانية والأنوار الإلهية الهابطة في ظلمات الليالي والتي يتعرض لها قائم الليل.
ومن أصابته نفحة من أنوار الله تعالى ابيض وجهه وحسن عمله وصار من أهل الصفاء ومن أهل القرب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. ودأب الصالحين أي مواصلتهم ومواظبتهم وملازمتهم على قيام الليل. فالصالح هو الذي يكون له من الليل حصة يقوم فيها تهجدا وقياما وقراءة للقرآن، لأنه في الليل تنقطع كل العلائق بينه وبين أهله وعمله، وكل الناس في نوم إلا هو، فيكون مع الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. والمقربة إلى الله عز وجل ليس التقرب مكان، بل تقرب بالعبادة والحب والخشية والمراقبة والتأدب بآدابه جل وعلا. ولينتبه المريد إلى أن حب الله تعالى له علامة، فقد قال جل جلاله في حديثه القدسي: كذب من ادعى محبتي ونام عني. أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا مطلع على أحبابي وقد مثلوني بين أعينهم وخاطبوني على المشاهدة وكلموني بحضور، غدا أقر أعينهم في جناني. وليتذكر أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا ينام من الليل إلا قليلا حتى تورمت قدماه من القيام، وكان يقول حين يسأل عن سبب قيامه وقد غفر الله تعالى ذنوبه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ اللهم اجعلنا من القائمين في ليلك، المتذللين على أعتابك، الطامعين بكرمك، المنشغلين بذكرك، المتلذذين بمناجاتك، والحمد لله رب العالمين. نفعني الله وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.